خد بالك انه النهائي النهارده مش اللقاء الاول اللي بيجمع بين نيجيريا وكوت ديفوار في البطوله دي. صحيح هما الاثنين نجحوا في الوصول للمباراه النهائيه، لكن هما بداوا المشوار اساسا في نفس المجموعه، وكانت المواجهه الاولى لصالح نيجيريا بنتيجه 1-0. معانا واحد من نجوم الكره الافريقيه قبل ما يكون من نجوم الكره النيجيريه. وليه بقول كده؟ لانه الحقيقه هو طبعا نجم نجوم الكره النيجيريه ده بالتاكيد، لكن دايما لما بشوف منتخب افريقي بيلعب في بطولات عالميه سواء العاب اولمبيه او كاس عالم، طبيعي جدا ببقى يعني نفسي الكره الافريقيه تحقق حاجه. وده الجيل اللي حقق انجاز كبير جدا انا مش قادر انساه، تابعته وتتويجه بذهبيه الاولمبياد سنه 96، وكان ليه طبعا مشاركه مع منتخب نيجيريا في كاس العالم. تيجاني بابا نجيدا نجم الكره النيجيريه السابق وضيفنا في السادسه. بدايه برحب بيك وبشكرك على وجودك معانا وكل التوفيق ليكم النهارده. من وجهه نظري المتواضعه يعني اعتقد ان حظوظ المنتخب النيجيري اقوى شويه وافضل من منتخب كوت ديفوار. اهلا وسهلا بيك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم على استضافتي في برنامجك ومرحبا بكم في اي وقت. طيب خليني، انا عارف طبعا انه احنا بنتكلم تقريبا على 3 ساعات او اقل من 4 ساعات ويبدا اللقاء اللي منتظراه عموما طبعا جماهير الكره الافريقيه وخصوصا طبعا في نيجيريا اكيد عندكم استعدادات. ازاي بتشوفوا مواجهه النهارده المنتظره بين نيجيريا وكوت ديفوار وتوقعاتك لنتيجه المباراه؟ حسنا، كما تعرف أن كرة القدم تختلف الآن. حينما كنا نلعب بالأمس كان الأمر مختلفا عما هو الحال اليوم. نيجيريا الآن هي مستعدة للنهائي بالطبع، الدولة بأكملها مستعدة على مدى 24 ساعة الماضية لنشاهد السوبر إيجلز أمام كوت ديفوار، فبالتالي الأولاد مستعدون جدا جدا ويعرفون أن الأمة أن الدولة بأكملها خلفهم وتنتظرهم، ونحن على ثقة في الأولاد أنهم أن من سيشاهد المباراة على ثقة في الفوز. نحن نعتقد ونثق أن الكأس سيعود إلى نيجيريا. صحيح أنها مش المواجهة الأولى في البطولة دي، وسبق لمنتخب نيجيريا أن يواجه كوت ديفوار، لكن بالتأكيد الدوافع مختلفة وظروف البطولة نفسها واللعب على اللقب والتتويج مختلف. وبالتالي هل تتوقع أو إيه هي الاختلافات اللي أنت تتوقع أنها تشوفها في مباراة اليوم عن المواجهة الأولى في دور المجموعات؟ حسنا، الاختلافات ستكون كبيرة تماما، لأن الجميع الآن لديه الإيمان أنه سيفوز بالكأس. نيجيريا لديها الثقة، السيطرة الكاملة الفترة الماضية والفترة الحالية، وأيضا كوت ديفوار لديهم الثقة بسبب الدعم الجماهيري المحلي، ولكن وعليهم أن يسعوا بشكل جيد ليحظوا بالحظ ليفوزوا بالمباراة. ولكن نيجيريا مستعدة، من الصعب أن تتوقع المباراة، ولكن أعتقد أن بالفعل المباراة ستكون مختلفة الليلة عما كانت من قبل. بمنتهى الصراحة مقدمات ما قبل البطولة حالة التوتر، يمكن حالة الانتقادات اللي وجهت لبيسيرو المدير الفني المنتخب النيجيري قبل البطوله، بل انه بعض الاصوات طلبت برحيله قبل بدايه البطوله، ما كانتش ممكن تخلينا نتوقع ان نيجيريا او بيسيرو هينجح في قياده نيجيريا للمباراه النهائيه. رايك في ده ايه؟ وازاي شفت قدرات بيسيرو مع منتخب نيجيريا في البطوله دي؟ أنا دائما ما كنت أؤمن أن من يتكلمون كثيرا يجب عليهم أن يظهروا لنا أنفسهم وماذا يستطيع أن يفعلوا، لأن بيسيرو بعد فترة في نيجيريا قد أثبت خلال التصفيات أنه مدرب جيد، ولكن لم يكن مقنع أحيانا وخصوصا في مباريات في نيجيريا، ولكن بعد ذلك وضع الفريق في المسار الصحيح، استطاع أن يجمع شتات الفريق واستطاع أن يكون مقنعا للجماهير، وقد أظهر لنا أنه مدير فني جيد. أعتقد أن بيسيرو وأن يصل بالفريق للقبل النهائي فإن هذا إنجاز، وأعتقد أن بيسيرو قادر على ذلك، قادر على تأهل لكأس العالم مع نيجيريا. طيب أنا دايما بحط منتخب نيجيريا
بصرف النظر عن مستواه وبصرف النظر عن اسماء اللاعبين المحترفين اللي بيلعبوا بره في من ضمن كبار المنتخبات الافريقيه، ودايما برشحه للمنافسه على اللقب. لكن لازم اسالك السؤال ده، هل يعني هل بتشوف انه خروج اسماء منتخبات من عيار الثقيل مبكرا، مصر وصيف البطوله السابقه والسنغال بطل النسخه الاخيره، المغرب رابع كاس العالم، غانا والكاميرون، تونس والجزائر اللي خرجوا مبكرا، هل ده سهل شويه من طريق نيجيريا وكوت ديفوار للوصول للمباراه النهائيه، ولا هو من وجهه نظرك وصول مستحق؟ أنا أعتقد أن هذه الأسماء الكبيرة التي لم تتأهل لم تتحلى بالثقة التي تحلت بها نيجيريا، لأن الثقة تعطيك حماسة زائدة، والتي تحلت بها نيجيريا لتذهب وتلعب ضد منتخبات كبيرة. ولكن هذه الأسماء التي ذكرت وليست هنا الآن، هي منتخبات قوية ولكن ليست بقوة نيجيريا وكوت ديفوار حتى الآن. أعتقد أنهم كانوا مؤهلين أيضا للوصول للنهائي، ولكن كان يوجد اختلاف في الحماسة الخاصة بكل فريق. البعض بيرى أنه قوة نيجيريا بشكل أساسي، يعني ممكن نقول أنها في فيكتور أوسيمين، طبعا مهاجم المنتخب النيجيري وافضل لاعب في قاره افريقيا في السنه الاخيره او في الاستفتاء الاخير. هل بتتفق مع المقوله دي او وجهه النظر دي، ولا بترى انه قوه منتخب نيجيريا قائمه على اللعب الجماعي وليس منتخب النجم الاوحد؟ في اعتقادي ان اوزمان هو لاعب شاب، لاعب جيد، لاعب قوي جدا، وكما ترى انه لم يحرز الا هدف، ولكن يظل اوزمان هو عامل كبير ومؤثر في فريقنا، هو يدعم الفريق بشكل جيد، هو يفيدنا بالشباب وأيضا في طريقة اللعب، وأيضا كما تراه حينما تتاح له الفرصة لا يذهب لاقتناصها فقط ولكن يساعد الفريق. هو بالفعل هو عامل كبير في فوز منتخب نيجيريا، وأعتقد أنه مهم للفريق جدا. تيجاني بابانجيدا، بعيدا عن المباراة النهائية، مين اللاعبين اللي لفتوا نظرك، مش بس من منتخب نيجيريا، لكن مين اللاعبين اللي لفتوا نظرك في البطولة دي تحديدا في نسخة كوت ديفوار 2023؟ أنا رأيت العديد من اللاعبين في هذه المنافسة، قد شاهدت وكنت معجبا باللاعبي نيجيريا بالطبع، ولكن في نفس الوقت كنت معجبا بواحد أو اثنين من لاعبي كوت ديفوار. أعتقد أن فوفانا أحيانا قد كان جيدا ولكن ليس طوال الوقت. فيكتور أوزيمين وأيضا لوكمان كان وفيكتور موزيز، لن أذكر الفريق كله، ولكن ما فاجأني هو هؤلاء اللاعبين في هذه البطولة. بتمنى لك التوفيق في متابعة منتخبكم النهاردة، ونتمنى احنا كجماهير كرة أفريقية نشوف مباراة قوية ممتعة تعبر عن تطور الكرة الأفريقية في النهائي المنتظر بين نيجيريا كوت ديفوار. تيجاني بابانجيدا نجم الكرة النيجيرية، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا النهاردة على قناة الأهلي في السادسة. فاصل ونستقبل بعد الفاصل، عندنا ملفات كتيرة، طبعا ملف النهائي النهاردة، والأهم بالنسبة لنا كمان ملف دوري أبطال إفريقيا، المباراة المنتظرة المرتقبة للجماهير الأهلوية أمام شباب لوزداد يوم الجمعة القادمة. كل ده بعد الفاصل في السادسة مع ضيفنا سعيد علي محللنا الفني، هنتكلم ونفتح فيه كل الملفات.